ده وقت المقالب. سويتي تعالي هنا. بابا! ده هزار بايخ. روح اعمل لها هامك بدل المقالب بتاعتك السخيفة. سويتي عايزة تجري شوية كمان؟ بابا تعبان. أوتش! الهامك ده مش أمان. هاي! حمام السباحة ده ليه رسوم دخول. فعلاً؟ أكيد. يايكس! مفيش فلوس، مفيش نزول. آها! أوه! أنا جاي! حبيبتي، هنقذك! عيلتي! دول بيغرقوا من غيري! أنا مستقيل! باي باي! مصاصة قديمة! مقرفة! واحدة تانية! دول في كل مكان! سويتي! أيوة يا ماما! حبيبتي، إيه اللي حصل؟ مش ممكن! استعمل علبة للمصاصة المرة الجاية! هنقص فتحة في علبة أكل بلاستيك. هنضيف على العلبة برايم ونلونها بألوان أكريليك. هنلزق على الغطا متاهة مطبوعة. هنضيف فيها المصاصة. حبيبي، هي دي علبة المصاصة؟ أيوة، أنا حليت المتاهة. ليه المصاصة في جيبك التاني؟ مفاجأة يا بابا! أوه بجد؟ دي حرب المية! هاي! أنتي معاكي حماية؟ ده مش عد! أنا هشغل سلاح الدمار الشامل بتاعي! إيه اللي آسف يا حبيبتي! جه عليكي! آيس كريم في يوم صيف حر! لا! فيو، لحقته! سويتي، اتفضلي حامل مخصوص! هنقطع قابولة ستايروفوم ونظلل الحرف المقصوص بالماركر ونلزق فيه كوباية بلاستيك. آيس كريم لذيذ وسجادة نظيفة! أو لا! إيه؟ بون ابيتي يا بابي! سويتي، هجيب لك حمام سباحة دافي! برر! كأن في جبل تلج هنا! أوه! المية دي علشاني! أنا هخليكي تعومي! ايه؟ بط؟ كواك كواك! وات؟ انتي هتتمشي مع باباكي! خدي مية! أنا مش عايزة! أوكي! طيب لو جبتلك بابيت اللي انتي بتحبيها؟ هنلزق اتنين بابيت من الأطراف بلزق الأظافر. هنضيف يوم إزازة طرية. هاي يا صاحبي، انت لسه بتلعب باللعب؟ وبس! بابا! هترجع لي لعبتي؟ سويتي، انت هيجيلك ضربة شمس، لازم بابا يغطي اكتافك. بابا، ماما قالت انك لازم تغطيني علشان ما يجيليش ضربة شمس. ماما! اوبس!
تايلر، لازم أمشي. ماما، أنا اتخبطت. استني، أنا معايا مرهم مخصوص لعلاج الكدمات. نخلط مقدارين متساويين من الفازلين وزيت النعناع مع بعض. هنضيفهم في برطمان ونضيف ليبل. اتفضلي، مش هتوجعك تاني. أوتش حبيبتي، أنا اتخبطت، بتوجعني. أوه، مش ممكن. سويتي، المفروض تطلعي من المية. لا، من فضلك اطلعي. لا. طيب، شوفي البوستر، الأميرات مش مسمح لهم يعوموا كتير كده. أنا طالعة. أميرتي، أهلا بيكي على الشاطئ سموك. اتفضلي غداكي الصحي. أنا مش عايزة خضار. لا؟ طيب، آيس كريم بابيت بالخضار، ما تقدريش تقولي لا لده. شكرا مامي. بابا، احنا معانا اي كاندي؟ ايوه، اتفضلي شوكولاتة. رائع، هروح اقوم وبعدين اكلها. فين الشوكولاتة بتاعتي؟ اوه لا، دي كلها ساحت في الشمس. فعلا سويتي، ايه رأيك في مشروب شوكولاتة؟ يامي. هاي فايف، بطلتي الصغيرة، دي كانت مباراة هايلة، كان لازم تشوفي ضربة الجزاء. أنا شايفة الجينز البايظ بتاعك. الجينز رجع جميل تاني. سويتي، إيه رأيك فيه؟ هنقص بقعة الزرع ونفك النسيج علشان يعمل شراشيب. هنخيط قماش بترتر من الداخل. هنخيط قماش على البقعة التانية. هاي، دلوقتي أنا لعب كرة عروسة البحر. استنوا، ممنوع دخول حمام السباحة من غير كاب. آسف، ثانية واحدة. الأب بتاعنا المبتكر حول كرة قديمة بتتنفخ لكاب سباحة. حبيبي، تحب تروح الجيم؟ أهو الكارت بتاعك. ليه؟ علشان تعمل عضلات. أنا عندي فكرة أحسن. أنا خلاص عملت عضلات في الدراع ده. أنا بحب التمرين. سويتي، خليني أحط لك كريم شمس. إيه؟ هو فعلاً خلص؟ في إيه جواه؟ مفاتيح؟ فلوس؟ ساعة؟ حبيبتي، ده المخبأ السري بتاعنا علشان ما نتسرقش. والمفروض أحمي بنتنا زي من الشمس دلوقتي يا عبقري. أوه، يلا يا بابا. شوفي، طائر. شكرا على المساعدة. طيب يلا نبتدي النزهة بتاعتنا. عايزة زبادي؟ ده جميل جدا. انت بتاكل بإيدك تاني؟ ليه ما تجيبش معلقة؟ في طن من الجراثيم على ايديكم. انا هعمل معلقة. معلقة فويل. أنا كمان عايزة معلقة. لا، دي بتاعتي. إيه؟ إديها المعلقة، أنت شرير. طيب، ماما هتعملك معلقة من إزازة بلاستيك. بون أبيتي يا بيبي، معلقتك أحلى من بتاعة بابا. حبيتوا العيلة بتاعتنا؟ قولوا لنا في التعليقات إيه أكتر المقالب الصيفية اللي حبيتوها؟ وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو
تشتركوا في القناة وتضغطوا على الجرس. ما تفوتوش الفيديوهات الجديدة المضحكة من تروم تروم.